قام الله تبارك وتعالى علينا الحجة بالنبي عليه الصلاة والسلام في كمال أخلاقه فجعله بشرا، والفرق الوحيد يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، والفرق يا رسول الله قال يوحى إلي. فعظمة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه كان يوحى إلي. ما تقحموش النبي عليه الصلاة والسلام في مجالات أقل من شأنه، مجالات السيادة ومجالات الرئاسة ومجالات القضاء ومجالات هذه كلها مجالاته وقد برع فيها، لكن المجال الوحيد الذي تميز به النبي عليه الصلاة والسلام هو مجال النبوة، مجال الوحي، أنه كان يوحى إليه. لذلك إذا أردت أن تصف النبي أو تتصور النبي فدعك من كل هذه التي شاركه فيها عقلاء الدنيا وعباقرة التاريخ، وصفه فقط بالوحي. وده أخطر قضية في الوجود تتعرض لهجمات من شتى طوائف الأرض، مجال الوحي أنه كان يوحى إليه. قضية تعلقك أنت بالنبي الذي يوحى إليه، هم يحاربوك في هذه النقطة، يحاربوا عقلك وعقل أبنائك في نقطة بعد عن الموحى إليه، ابتعد عن الله الذي يوصلك إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الخرافات توصلك إلى معبود، لكن غير المعبود الذي عرف به النبي عليه الصلاة والسلام فهي أهم نقطة. يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد.